تمكنت قوات الشرطه لفرقه البحث والتدخل اثر استغلال لمعلومات حول صفقه لترويج دواء بريغابالين ذو الخصائص المؤثره عقليا باحدى احياء مدينه قسنطينه من ايقاف ووضع حد لنشاط شبكه اجراميه خطيره تنشط على مستوى التراب الوطني لا سيما في الولايات الشرقيه، تضم 7 اشخاص بينهم امراتين، ليتم في البدايه حجز كميه قارب 12000 كبسوله من هذا الدواء، ليضاف الى ذلك عمليه اخرى التي تم فيها حجز كميه اخرى تزيد عن 2000 كبسولة من هذا الدواء، بالإضافة أيضا إلى حجز مركبتين تستعملان من قبل أفراد هذه الشبكة في نقل وترويج وتوزيع هذه الحبوب التي تستعمل على أساس أنها حبوب مهلوسة وسط متعاطي المؤثرات العقلية.